خليفه، عايز اتكلم معاك عن عمر فايد. عمر فايد واحد من اللعيبه اللي كانت ظاهره بشكل كويس جدا الدور الاول مع المقاولين العرب، وكانت الناس كلها متوسمه فيه خير والناس كلها اتكلمت عنه. الحقيقه مستواه بيتراجع، اسباب ده ايه من وجهه نظرك؟ انا ممكن اختلف معاك يا يحيى، انا ما بشوفش ان هو تراجع، انا شايف انا لسه من الناس اللي يعني متوسمه في عمر فايد خير. المقاولين نتائج المقاولين اتراجعت مش باسباب دفاعيه، لا او مش باسباب دفاعيه، المقاولين اسوأ مباراه للمقاولين اللي هي لقاء الزمالك في الكاس، اللي ممكن تكون ان دفاع المقاولين كان سيء جدا، ما كانش موجود، كان مع المنتخب الاولمبي. انما نتائج المقاولين في الدوري دفاعيا ما فيهاش تراجع كبير. المقاولين مشكلته زي ما قلنا تعادلات، ما بيقدرش يحسم المباراه بفوز. فعمر فايد في سنه ده، على فكره وعمر فايد لعب مع المنتخب الاولمبي وهو مع منتخب الشباب، يعني عمر مع منتخب الكابتن محمود جابر، رغم كده لعب صغير. هو متواجد مع منتخب الاولمبي، فهو في رايي انا ما زال واعد وما زالت الناس متقسمه في خير. ما اعتقدش ان هو يعني عنده مشكله، اكتر من ان احنا بنتكلم ان هو محتاج يتطور افضل. يعني انت دي اول سنه ليك في الدوري الممتاز، كابتن شوقي غريب اداله مساحه كبيره في الاعتماد عليه، واللعيب اثبت ان هو قد المساحه دي ويستحق الفرصه دي. محتاج كل عنصر صغير فيه يشتغل عليه. اللي انا عارفه كويس ان المقاولين بيهتموا بعمر فايد جدا من الناحيه التكتيكيه، وبيشتغلوا عليه لغات، وبيشتغلوا عليه بيأهلوه للاحتراف، عشان ما نشوفش بقى فكره اللعيب اللي بيطلع كام شهر ويرجع، لا بيشتغلوا على عقليته ان هو يكون مؤهل للاحتراف. محتاج يشتغل برضو على العوامل البدنيه. ساعات الطول اللي هو الفارع ده قد ما هو ميزه، ساعات بيحجم المدافع شويه في الترنات في كذا، مدته العضليه بتبقى كبيره، فمحتاج يشتغل على عناصر الرشاقه والنقط دي عشان يكمل نفسه، على ان يتخذ من احمد حجازي نموذج. يعني هو المدافع اللي هو جسمانيا طويل وما شاء الله احمد حجازي، بس احمد حجازي بيقدر يتغلب على مشاكل اللي هي المشهوره في الطوال، ان هو بيقدر يلف بشكل جيد وكذا 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 عن طريق كذا. فهو عمر فايد يعني محتاج قدوه، واعتقد ان معظم الناس بتشبه عمر فايد بحجازي من الناحيه البدنيه ومن ناحيه المقومات. وحجازي من النماذج المشرفه للعيبه المصريه، قائد يعني قائد دورتين اولمبيين. من وجهه نظرك ان هو مهيئ للاحتراف عمر فايد من كلامك عليه، ان هو مليون محتاج خطوه اكبر الموسم الجاي، سواء الاحتراف لو اتيح او يلعب في نادي عنده اهداف في بطولات افريقيه. محتاج بقى الخبره، يعني انت دي السنه انت بتهيئ نفسك للاولمبياد، محتاج يا اما تحترف خارجيا وهو مؤهل لده، او ياخد خطوه للامام في احد الانديه اللي بتلعب البطولات الافريقيه، اهلي، زمالك، بيراميدز، فيوتشر، اي نادي عنده مشاركات افريقيه، لانه محتاج الخبره والاحتكاك يعني. وهو عمر فايد مؤهل تماما للمسارين، سواء سواء المسار الاحترافي او سواء الانتقال لاحد الانديه الكبرى في مصر اللي بتلعب على بطولات وبتتنافس.